نسطر معا، نسطر معا بسواعد المصريين تاريخا يتصل بتاريخنا الشامخ منذ آلاف السنين، حيث عاشت أمتنا مصر، عاشت عصور ازدهار نفخر بها ويفخر بها ملايين العرب والمسلمين. المشهد ده واحد من مشاهد كتير شكلت اسلوب جماعة في تنفيذ اهدافه، وكانوا بيسموه وقتها الاصلاح اللي اقره حسن البنا. بس يا ترى حد مننا يعرف مين هو البنا؟ ده كان واحد من قرية المحمودية بمحافظة البحيرة، اتعلم فيها لحد ما بقى مدرس في مدرسة الاسماعيلية الابتدائي. طموحه ما وقفش عند الحدود دي. لما سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924 كان حلم زعامات إسلامية كتير إنها تحييها من تاني، لكن فشلت. وفشلها كان دروس استفاد منها البنا في تنفيذ حكم الخلافة، إنه يكون خليفة الله في الأرض. بالتأكيد الكلام ده مش هيتحقق من يوم وليلة، وعشان يحقق طموحه بسرعة كان في كلمة سحرية تدعم الفكرة، هي الإسلام هو الحل. هو الحل من الكفرة والمنفتحين اللي بيحاولوا يغيروا أخلاق المصريين المتدينين بطبعهم. وعشان كده انضم لجمعية الشبان المسلمين وابتدى ينشر أفكاره في القهاوي اللي كانت أكبر مكان للتجمع وقتها. 22 مارس 1928، في اليوم ده أنشأ البنا جماعته بستة أشخاص، وكانوا كفاية، لأن المهم إنه يكون مؤمن بالقضية ويدافع عن أي حاجة يقولها له من غير جدال. إن شاء الله حتى يكون الجهاد لنصر الإسلام في دولة إسلامية أصلا. ولأنها شروط صعبة وبتتطلب مواصفات خاصة، منجحش في الاختبار غير ستة. كانت وظائفهم عجلاتي وحداد ونجار. ما كانش ناقص البنا غير إنه يبتدي يسوق فكرته في كل حتة في مصر ويجمع أكبر عدد ممكن. وفي 4 سنين بس بقاله جماعة في العريش وبورسعيد والإسماعيلية وغيرها كتير، بس كل ده من غير العاصمة. وعشان كده خد القرار ونزل القاهرة سنة 1932 علشان يوصل فكرته لجموع الشعب المصري. نجح، ونجاحه وصل لدول تانية كتير زي السودان وسوريا ولبنان وفلسطين. بس ليه كان حاسس دايما ان في حاجة ناقصة؟ الجورنال. يمكن ما كانش ناقص الجماعة في الوقت ده غير الدعاية، وده اللي ممكن يحققه جورنال صغير كده، يعرفوا منه اخبار بعض، يعلنوا فيه عن اماكن اجتماعاتهم. وعشان كده اصدر جورنال اسبوعي وسماه جريدة الاخوان المسلمين. وطبعا لو كان في اطلاق قنوات زي دلوقتي كان عملها فورا. وبصراحه كان عنده حق في حكايه الجورنال دي، لانها في وقت سريع زودته الدعايه ووصل عدد الجماعه ل 300 شعبه في العالم العربي. والكلام ده كان سنه 1938. وبفلوس تبرعات ابناء الجماعه قدم اعمال خير كتير، زي انه اشترى مقرر الجماعه برضه، وبكده يقدر ينزل الحلبه وهو مطمئن. نغمة الخروج على الحاكم ما كانتش جديدة على جماعة الإخوان، لأنه كان شيء متعودين عليه من زمان، من أيام الملك فاروق لما تولى حكم مصر. وعشان ما يبوظش كل حاجة اتبنت خرجوا يهتفوا له عاش الملك. والكلام ده مش لله، لكن علشان يعترف بيهم رسما. نظرية الخروج على الحاكم مش ثابتة قوي يعني، ممكن تتغير، بس ده حسب مصلحة الجماعة وبس. ومصلحتهم المرة دي كانت في اليمن،
وعشان كده يوم 7 فبراير 1948 اتقتل ملك اليمن الإمام يحيى حميد الدين على إيد جماعات مسلحة بقيادة عبدالله الوزير. وكان البنا واحد من اللي ساعده على قد ما يقدر طبعاً عشان حلم الخلافة، لكن الحلم اتقلب كابوس والانقلاب منجحش، والملك فاروق كمان بدأ ياخد حذره منهم بعد ما عرف الموضوع. هو ده اللي كان ناقص. أخيراً افتكر البنا أن أي دولة جديدة هتحتاج لجيش يحميها، وعشان كده حب يعمل الفكرة بس على قد. والمسألة خدت أكتر من شكل، بدأت بالكشافة وبعدها بشوية بقت مجموعات وشوية كمان وخلاها نظام أسر، لحد ما بقى تنظيم خاص بزي رسمي تحت قيادة عبد الرحمن السنتي، وبينضم له الشباب اللي مليان حماس واللي بعضهم ما كانش متعلم أصلاً وبيضحك عليه باسم الدين. وكانوا في الرحلات دي بيعملوا لهم غسيل مخ، وبدأ وقتها يتواجد التنظيم السري بقوة ويقدم عروض عسكرية في الشارع كمان. وعشان خاطر فلسطين بعت التنظيم كتائب للمشاركة في الحرب عشان دولة الخلافة طبعا، ومن هنا بقى عندهم أسلحة يقدروا ينفذوا بيها عملياتهم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حسين السيد عبد السميع بالسجن 3 سنوات، والمتهم عبد المنعم أحمد عبد العال بالسجن 5 سنوات. رفعت الجلسة. يسقط الظلم، يسقط الخونة. قتل القاضي أحمد بكر خزندار في 22 مارس 1948 ب9 رصاصات وهو خارج من بيته على إيد حسن عبد الحافظ ومحمود زينو، وده طبعا عشان حكم على 3 من جماعتهم في قضايا تفجير وكان هدفهم إرهاب القضاء. لكن رجال القضاء ما تهددوش واتحكم على منفذين العملية بالمؤبد. الحكاية ما انتهتش لحد هنا، لأنه طول ما في ميليشيات طبيعي يبقى في قتل. وعشان كده سنة 1948 كانت سنة دم فيها تفجيرات وفوضى في كل حتة في مصر. وبكده اتحولت حركة الإصلاح من إصلاح ديني لشغل إرهاب. مخزن أسلحة كامل، ده اللي لقيته قوات الشرطة لما قررت تقبض على جماعة بتزيد خطورتها كل يوم. في التحقيقات اعترفوا على معلم فرغلي اللي لقوا عنده مخزن أسلحة مدفون في مزرعته،
قال وقتها انها للمجاهدين في فلسطين. بعد كل ده كان طبيعي ان كل التيارات السياسية تبقى غضبانة من تصرفات جماعة البنا، لكن الغضب ده ما وقفش عن ده. في يوم 15 نوفمبر 1948، الصدفة وحدها هي اللي كشفت مخطط أعضاء التنظيم السري بعد تفتيش عربية من غير نمر، واتمسك جواها كمية كبيرة من الألغام وخطط لناس في سفارة أمريكا وإنجلترا، واتقبض على رئيس التنظيم عبد الرحمن السندي والموجودين في العربية كمان، وتعرفت القضية بالسيارة الجيب. رغم كل اللي حصل لكنهم صمموا يردوا، وكانت النتيجة قتل اللواء سليم زكي باشا في 4 ديسمبر 1948، وتحولت الجنازة اللي حضرها الملك فاروق لمظاهرة ضد الإخوان، وده اللي خلى الملك ياخد خطوات فعلية. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم محمد فتحي. أصدر السيد رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام الأمر العسكري التالي: حل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلها. 6 ديسمبر 1948، كان قرار إغلاق وسيلة الدعاية بتاعته الجورنال، وبعدها بيومين كان بيان محل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها والقبض على أعضاء الجماعة وتحديد إقامة البنا، وكل ده كان له تمن، بس التمن كان غالي شوية. مات النقروش على ايد الطالب عبد المجيد احمد حسن، اللي اتنكر في لبس ضابط ووصل النقروش الباب الاسانسير وقتله يوم 28 ديسمبر 1948. واتحكم عليه بالاعدام وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة. وقال حسن البنا اللي كانت متحددة اقامته وقتها: ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، لكن واضح ان الجمله ما وصلت لهمش. محاولة تانية من محاولات الإخوان، والعنوان كان محكمة باب الخلق. لما راح شفيق أنس عشان يفجر المحكمة وتتحرق أوراق القضايا اللي بتدينهم، واتقبض على منفذ العملية اللي كان تحت رعاية التنظيم السري بقيادة سيد فايز. كان حريق القاهرة آخر الحوادث في عهد الملك فاروق، ودمر الحريق 700 مكان ما بين محلات وسينما وكازينو وفنادق ومكاتب ونوادي في شوارع وميادين وسط البلد. وللحد دلوقتي محدش عارف مين اللي نفذ الحريق المنظم ده. اللواء
أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة يوجه كلمة للشعب المصري الكريم. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، وهددت سلامة الشعب ورفاهيته وأمنه، وأصبح الدستور حبرا على ورق. فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم. ركوب الموجة كانت الرياضة المفضلة للجماعة، وعشان كده حشدت أنصارها ورجالتها للاحتفال بالثورة. بس شهر العسل ما كانش طويل، وفهم عبد الناصر اللعبة بدري وحجم دوره، وده اللي هم ما قبلوهوش. حينما أتواجد في هذا الميدان وأحتفل معكم أنتم يا أبناء الإسكندرية، يا من كافحتم في الماضي، ويا من كافح آباؤكم، ويا من كافح أجدادكم، ويا من استشهد إخوان لكم في الماضي، ويا من استشهد أبابكم، أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه، فليبقى كل في مكانه. الحادثة دي كانت زي تتر النهاية للإخوان. في زمن عبد الناصر اتقبض على 1000 واحد من الجماعة، وعلى رأسهم المرشد حسن الهضيبي، واتأمر كمان محل الجماعة ومصادرة ممتلكاته. ليه مش عملية اغتيال جمال عبد الناصر؟ اغتيال جمال عبد الناصر هيطلع 1000 واحد زي جمال عبد الناصر، ولكن اغتيال الشعب لا يمكن ان احنا نقبله باي حال من الاحوال. والتدمير ثم الفاشستية اللي بينادوا بيها بانهم بيحكموا باسم الله وهم في هذا لا ينفذوا اي شيء ولا يقصدوا أي شيء إلا أن يكون فيه حكم فاشيستي. رغم وجودهم في السجن إلا أن ده ما وقفش نمو الأجيال الجديدة، وقدم المفكر سيد قطب اللي اتعدم بسبب محاولاته لقلب نظام الحكم كتب كتير زي معالم إلى الطريق. وبالفعل خرجت مدرسة قدمت لنا ناس كتير زي شكري مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة، وأيمن الظواهر أحد منظمي تنظيم الجهاد المصري والدولي، وعمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، وهم دول اللي كملوا المشوار. وطبعاً ما ننساش إن كل الجماعات دي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين. وربما جاء يوم نجلس فيه معاً
لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها. طلعت جميع الإخوان من السجن اللي محكوم عليهم، أعدتهم إلى وظيفهم، صرفوا لهم فرق المهية اللي كانوا مسجونين فيه. الدعوة وجمعية الإخوان المسلمين غير شرعية زي ما قلت للتلمسان. لقيت ما هو أخطر صورة لي أنا وبيجن وكارتر في كاب ديفيد اللي بنسلم فيها على بعض، وبعدين كاتبين تحت الصورة في كامب ديفيد خرجت مصر من ساحة الجهاد. اتصلنا بالإخوان قبل قيام الثورة وعبد الناصر شخصيا، وطلب منهم الاشتراك في الثورة، وجبنوا وخافوا ورفضوا بقيادة الهضيبة. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كامب ديفيد ما خرجتش مصر من ساحة الجهاد، ده أسيادهم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه. وثورة 23 يوليو أنا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم. المحاولة اللي فشلت مع عبد الناصر نجحت مع السادات واتقتل، بس المرة دي مش على إيد الإخوان، لكن كان على إيد أحد الجماعات اللي اتولدت من رحم الإخوان، خالد الإسلامبولي، واحد من المنتميين لأحد التنظيمات الجهادية. ورغم إعدامه إلا إن إيران قررت إنها تحيي ذكراه، وعشان كده أطلقت اسمه على واحد من أكبر الشوارع عندهم.